بمشاركة أكثر من 40 فيلماً أنهى مهرجان الفيلم الكردي في برلين بنسخته 11 فعالياته في العاصمة الألمانية، والتي امتدت على مدار أسبوع كامل. شارك فيها مخرجون وصناع أفلام كرد مواضيعهم المتنوعة من خلال أفلام سينمائية وأخرى وثائقية، حيث كان التركيز لمهرجان هذا العام على أقليم كردستان، إلى جانب مواضيع أخرى تناقش قضايا الكرد في تركيا. عرضنا خلال المهرجان أكثر من 40 فيلما، أفلام ذات محتوى خيالي، وثائقيات، أفلام تجريبية، وأيضا ذات محتوى يخص الأطفال. ووزعت لجنة التحكيم جائزة أفضل فيلم للمخرج الكردي من أقليم كردستان سامان مصطفى عن فيلمه إيدو، حيث ضمت اللجنة 4 شخصيات عاملة في السينما ومجال الكتابة، ترأسها المخرج شوكة عمر الذي عرضنا فيلمه الامتحان. وتحكي معظم الأفلام التي تم عرضها خلال المهرجان حكاية الظلم والاضطهاد الذين تعرض لهم الشعب الكردي في ظل أنظمة قمعية استبدادية، كفيلم رسالة لوالدي لمخرجه إبراهيم سلمان. قال أبي لي يوما من الأيام، فهو كان تعبا جدا، قال: ابني اذهب إلى المدرسة حتى تكتب على مأساتنا، ما حصل لنا لعائلتنا وللكرد. وبهذا وضع جبلا على عاتقي، ومنذ ذلك اليوم وحوالي 60 سنة فأنا أحمل هذا الجبل على أعناقي. ويرى القائمون على المهرجان بأنه فرصة سانحة لتسليط الضوء على قضايا الكرد وتراثهم وثقافتهم للمهتمين من المشاهدين الألمان الذين حضروا الأفلام جلها بكثافة. بشكل ده صور مرنا. تأتي أهمية المهرجان في كونه فرصة جيدة لعرض أفلام سينمائية تظهر المشاكل التي يعاني منها الكرد في جميع نواحي الحياة وتقديمها للعالم، كما أنه ملتقى هام لصانعي الأفلام الكرد للنقاش وتبادل المعلومات والخبرات. بالتوازي مع صناعة السينما في الداخل، يواصل الكرد في المهجر مساعيهم للوصول بالسينما الكردية إلى مصافي العالمية من خلال مهرجانات وفعاليات سنوية. عماد هلاتي، اليوم، برلين.